نبتة الثوم استعملت كعلاج من آلاف السنين، وأثبتت على مدار العصور بأن نبتة خارقة أو ما يسمى بالسوبر فود بكل معنى الكلمة. الشيف جوزيف اليوم حيعلمنا كيف نحضر أشهى الأطباق من الثوم. توم يا شيف؟ اليوم توم سوبر فود جديد. ايه؟ كل العالم بتخاف منه للتوم، من ريحته ما بعرف شو، بس هو التوم كتير مفيد للصحة. اوكي،